قسيس شادي، برحب فيك مرة ثانية. احنا حديثنا عن المسيح، ودائما المسيح كلمة الله. كيف فينا نفهم انه المسيح كلمة الله؟ اذا ممكن تشرح لنا هذه الفكرة، الكلمة شو بتعني؟ يعني معنى الكلمة هي جاءت في الاصل اليوناني لوغوس، واللي هي اجت منها كلمة لوجيك او منطق. كان هذا مصطلح موجود في الفكر اليوناني، انه لهذا الكون هناك سبب وهناك تصميم وهناك منطق له، وكانوا هذا يسموه اللوغوس. فهذه كلمة الكلمة، معنى الكلمة. فليس المقصود انه هو المسيح كلمة الله، انه هو كلمة خرجت من الله. ما بقال انه هو كلمة من الله، لكن هو قال كلمة الله. والكلمة او التكلم هي وسيلة التعبير. يعني أنا لما بعبر عن حالي، أفكاري اللي ما حد بيعرفها غير الله، عشان الناس اللي حوالي يعرفوها، بتكلم. زي ما بقول مثلا، في مثل بقول تكلم لكي أراك. يعني إذا الشخص ساكت لما يتكلم ما بتستطيع تعرفه، لكن لما بيتكلم بصير يعبر عن أفكاره وعن مكنوناته الداخلية بكلام، فيستطيع اللي حواليه يعرفوه. وأيضا التكلم وسيلة التواصل، زي ما بعمل مع حضرتك الآن، إحنا عن طريق نتواصل بالكلام. فهذه معنى الكلمة الله، إنه الكلمة الله هو الذي يعبر عن الله. كيف بدي أعرف مين هو الله؟ هذا هو الذي يعبر عن الله، هو كلمة الله. وأيضا التواصل مع الله هو عن طريق كلمة الله، لأنه الله عنده كلمة، عنده هاي الشخص هذا الأقنوم اللي هو يعبر عن نفسه، هو يعبر عن جوهر الله، صورة الله غير المنظور. فالله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. فهذا هو معنى الكلمة، هو خبر عن الآب، هو خبر من هو الله، فهو عبر عن الله وهو وسيلة التواصل عن الله.